ينضم إلينا من دبي كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذا ترقب واضح لقرارات الفيدرالي الأمريكي التي من المتوقع أن تكون بالسادس والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر. إذا حالة الترقب كيف تؤثر على مؤشر الدولار مع الملاحظة بأن هنالك ارتفاع طفيف على أدائهم في بداية تعاملات هذا الأسبوع؟ يعني بلا شك نحن نشهد انه عندنا اداء ايجابي على الدولار الامريكي متاتي من امال ايجابيه بانه يكون في عندي تشديد في السياسه النقديه بشكل اكبر وتوجه للفيدرالي نحو لهجه اكثر تشدديه في سياسته النقديه. في اخر اجتماعه نحن شفنا انه كان في عندنا مضاعفه تقليد برنامج شراء السندات. بناء برنامج شراء السندات الان من المتوقع ان يتم تقليصه بشكل اكبر، فبالتالي احدى المعطيات المهمه التي ننتظرها من 25 و 26 يناير انه يكون في عندي مضاعفه وتسريع في تقليص هذا البرنامج او ما يسمى بالتابرينج. البرنامج الان هو عند 105 مليار دولار امريكي شهريا. طبعا توقعات رفع اسعار الفائده من غير المتوقع ان يكون في عندنا توجه لرفع اسعار الفائده في هذا الاجتماع، ولكن الحديث عن موعد في شهر مارس انه يكون في عندي تشديد او رفع في اسعار الفائده ممكن ان يقلب الطاوله بشكل كبير في الاسواق وان يعزز قوه كبيره في اداء الدولار الامريكي امام معظم نظرائه. ونحن عم نتحدث عن مؤشر الدولار الامريكي امام سله العملات ممكن نشوفه يرتفع فوق مستويات ال 99 نصف تقريبا اذا ما تم الحديث عن هذا الرفع، بالتالي ذلك سوف يؤثر كثيرا على السلع، راح يؤثر عندي على معظم اداء العملات، وكذلك سوف يبدا فعليا الحديث عن الفجوة في السياسات النقدية التي تحدث ما بين الاقتصاد الأمريكي وما بين الاقتصادات الأخرى، وبلا شك ممكن أن يؤثر على تصحيحها أكثر عمقا ووضوحا في الأسواق الأمريكية وتوجه نحو أسهم القيمة والنمو. يعني أستاذ رائد، يعني كما يقال بأن الفيدرالي الأمريكي يرسم خارطة الاقتصادية معظم البنوك المركزية العالمية. إذا ما تحدثنا عن المركزي الأوروبي وتصريحات متوقعة من كريستينا لاغارد حول هذا الموضوع تحديدا، أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة، كيف ستؤثر تلك المعطيات جميعها على أداء اليورو تحديدا؟ يعني احنا ما عم نشوف حقيقة بيانات مهمة منتظرة خلال تعاملات هذا الأسبوع، ولكن بالنسبة للمركز الأوروبي أو بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، ولكن كما ذكرت ننتظر يعني خطاب كريستين لاغارد، عم ننتظر أيضا اجتماع المركز الأوروبي في نهاية الأسبوع. نحن نتحدث عن إمكانية الآن اليورو يتداول عند 1.13 وهو معرض جدا أن يكون في عنا مزيد من الضغط بالاتجاه الصاعد على هذا الزوج في ممكن أن يحدث هذا الأمر، ولكن مع قوة الدولار الأمريكي المنتظرة والمتوقعة ممكن أن نشهد تراجعات لم يتمكن من الارتداد بالاتجاه الصاعد وإنما يواصل انخفاضاته هذا الزوج. بالتالي نحن ننظر إلى مستويات 1.12 كمستويات مستهدفة في الفترة القادمة إذا كان هناك قوة في أداء الدولار الأمريكي، في حين نحن نشهد أنه اليورو يعني لن يشهد تعديلات كبيرة في السياسة النقدية أو من غير المتوقع أن يكون هناك أي تخفيف أو تسهيل في السياسة النقدية، بالتالي اليورو قيمته أقل في ممكن أن يتم المحافظة على هذا الأمر في الفترة القادمة. هذا ما يعزز التوقعات أنه زوج اليورو دولار أمريكي معرض لمزيد من التراجعات كما ذكرنا، ممكن الانخفاض يكون على لسان كريستين لاغارد والمركزي الأوروبي في نهاية تعاملات الأسبوع. إذا أستاذ رائد، ماذا عن العملات الأخرى، العملات غير مباشرة؟ نتحدث عن الين الياباني، الجنيه الاسترليني تحديدا، يعني في ظل الارتفاع الحاصل في بعض الإصابات في بعض المناطق في الإصابات في أوميكرون والازدياد إلى مستويات تقريبا الازدياد 25% من الإصابات العالمية في المتحور الجديد، إذا ألا يزال ذلك هذه الضغوط تؤثر على أسواق العملات تحديدا العملات غير المباشرة؟ يعني نشهد نحن ارتفاعات للدولار الامريكي امام الين الياباني طبعا بنتيجه انه الحفاظ على هذه السياسه الموسعه جدا في التحفيز من قبل المركز الياباني والتاكيد على استمراريتها، بالتالي نحن قد نشهد مزيد من الارتفاعات على زوج الدولار الامريكي ين ياباني. نحن عم نشهد حاليا مستويات 114.70، من المتوقع انه نشهد 115.20 الى 115.30 خلال التعاملات اليوم الى يوم غد. هذا وارد جدا خصوصا مع التصريحات الاخيره التي صدرت عن المركزي الياباني. بالنسبه للجنيه الاسترليني استفاد من بيانات البطاله الايجابيه نوعا ما وانخفاض معدلات البطاله الى 4.1 من 4.2. اداء الجنيه الاسترليني جيد نوعا ما 1.36، ولكن العرقله الاساسيه تاتي من قوه
الدولار الأمريكي وبالتالي كزود جنيه استرليني دولار أمريكي، أعتقد هو يشهد مستويات مرتفعة حاليا وهو متجه إلى تراجعات، لأنه الموضوع أكبر منه بس أوميكرون. بالنسبة للاقتصاد البريطاني في عندي أداء لا يزال نوعا ما سلبي وضعيف بالنسبة لقطاعات الاقتصاد البريطاني التي تأثرت في الفترة الماضية بأوميكرون، وكذلك الأمر بموضوع البريكزيت، ولا تزال حتى الآن تواجه مشكلة في عملية التوظيف لأنه المزيد من الشواغر موجودة في الاقتصاد البريطاني لا تزال حتى الآن، على الرغم من تراجع معدلات البطالة ولكن هناك فقدان في الوظائف. وهذا الأمر يحدث في كل الاقتصادين الأمريكي والبريطاني على وجه التحديد، كلاهما يفقد أو يستنزف وظائف نتيجة تغير ديموغرافية وطريقة تفكير الموظفين إجمالا، بالتالي هذا قد يضغط على الاقتصاد البريطاني الفترة القادمة والجنيه الاسترليني على وجه التحديد. نعم، كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.